السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. لقاء جديد وكيفية جديدة. وصفة اليوم كريمة الزبدة بذوق الليمون اللي تزينوا بها كامل الحلويات تاعكم اللي ديروهم بذوق الليمون، ديروها كحشو لي سابلي ولا الحلويات الجافة، ولا تزينوا بها لي جينواز تاعكم. جاية كريمة بزاف خفيفة وبنينة، إن شاء الله تجربوها حتى نتوما، ونتمنى للجميع مشاهدة طيبة. اذا نروحوا للمرحله الاولى، نجيبوا الكاسرونه نحطوا فيها ربع كاس تاع الماء ماء عادي، ونحطوا ربع كاس تاع عصير الليمون المصفى، وربع كاس تاع السكر. اذا حبيتوا كميه اكبر من هكذا تقدروا تضعفوا المقادير. ضفت لهم ملعقه كبيره تاع النشا او المايزينا، وقطره من الملون الغذائي الاصفر. نحط الكاسرونه تاعي فوق النار متوسطه، ونبقى نخلط بدون توقف حتى تتقل ونتحصل على كريمه. فوالا، هنا بعد ما تشوفوا الكريمة تاعكم بدات تدير في الفقاعات، كملوا خلطوها اقل من دقيقة حتى لدقيقة وانتم تخلطوا. من بعد نحوها من فوق النار وتفرغوها مباشرة في ان ريسيبيون، وتغطوها بالبلاستيك الغذائي وكونتاكت كيما راكم تشوفوا باش ما ديرناش هذيك القشره. خلوها فوق لو بلون دو ترافاي تدفى شويه، من بعد ديروها في التلاجة حتى تبرد تماما. وبعد ما بردت لي الكريمه او سوبر كريم اللي حطرته، نحيت هذاك البلاستيك وجبت لو باتور وضربتها او عاود خلطتها حتى تولي نوعا ما جاريه، يعني تولي شويه سائله. وهذا هو قوام الكريمه اللي نتحصلوا عليها بهذا الشكل. نحطوها على جهه، نروحوا نوجدوا كريمه الزبده. عندي 100 غرام تاع زبده طريه، وعندي 100 غرام تاع سكر غلاس او السكر الناعم. هنا من الاحسن تخلطوا اول حاجه الزبده وحدها، من بعد تضيفوا لها سكر غلاس وتعاودوا تخلطوها. جبت الباتور وخلطت كامل المكونات او المكونين مع بعض، سكر غلاس مع الزبده، حتى نتحصلوا على كريمه. وبعد ما تحصلت على كريمة الزبدة، نبدأ نضيف في هذيك الكريمة تاع الليمون او سوبر كريم اللي كنا حضرناه، غير بالتدريج ونزيدو نخلطو. تعطينا ذوق لكريمة الزبدة، تولينا بذوق الليمون، او ميم طون تعطينا خفة لهذيك الكريمة. وهذه هي كريمة الزبدة بذوق الليمون، جات من أروع ما يكون. تجي هكذا خفيفة وليجيغ، وتجي بزاف بزاف بنينة كيما قلت لكم. ديروها كحشو للحلويات الجافة، ولا تزينوا بها كيكات عيد الميلاد لي جينواز تاعكم. وراح بإذن الله نتقاسم معكم هاد لو سابلي بذوق الليمون اللي راح يجي روعة في المذاق، حشيتو بهذا الحشو أو بكريمة الليمون أو كريمة الزبدة بذوق الليمون. كونوا في الموعد قريبا ان شاء الله. هذه هي وصفة اليوم، نقول لكم شكرا على حسن المتابعة. الى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله.